الفنان جورج بهجوري الحقيقة اتصل بينا شاكيا انه تعرض لما اسماه بعملية سرقة لبعض لوحاته، والحقيقة ده شيء ازعجنا جدا، ونحاول نفهم منه بالظبط ماذا حدث لهذه اللوحات. استاذ جورج مساء الخير. اهلا بيك يا لميس. اهلا اهلا بيك يا استاذ، اشرح لي بالظبط ايه اللي حصل للوحات حضرتك. يا سيدي الراجل وليد ده صديقي، واشتركت معاه في اول اشتغلت معاه. نعم. فبعدين خمس حاجات ما رجعتش، والاعمال ما رجعتش، وما فهمتوش ابدا. طيب يعني هل اتصلت بيه مثلا؟ ده صديقك، وهو الحقيقه يعني رجل يعني معروف وصديقك طبعاً من طبعاً زمان طبعا. حاولت كذا مره، لقيته انه هو متغير شويه. وبعدين يعني التوصل الى اعمالي، خمس اعمال لا تزال تاريخية موجودة لمصر، فهي مش موجودة في الخمس سنين دلوقتي. إيه الأعمال دي عنده بقى لها خمس سنين ولا إيه؟ مش بقى لها خمس سنين. أيوة. طيب يعني الأعمال دي تقدر قيمتها بكام يا أستاذ جورج؟ يعني طبعا القيمة الفنية لا تقدر بمال، لا يعني تقدر طبعا، أنا عاملها عشان مصر، لكن هي قيمتها 5 ملايين حاجات كده يعني. طيب يعني الحقيقه انه موضوع غريب جدا، وانا اتمنى يعني طبعا انا ما كانش ممكن ان احنا نتلقى اتصال من حضرتك وما نزعهوش، واتمنى ان الاستاذ وليد هنحاول نتصل بيه برضو عشان نسمع وجهه نظره. اكيد انه اعمال انا فنان. بشكرك جدا، بشكرك. شكرا استاذ جورج بهجوري، الفنان جورج بهجوري، بشكرك شكرا جزيلا. ويعني اتمنى طبعا المشكله دي نحاول نحلها في اقرب وقت، لانه اعمال جورج بهجوري اعمال قيمه، مش بس ماديا ولكن اعمال قيمه كقيمه فنية للفن المصري عموما يعني.